بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى في مساق التعلم المقلوب. والآن لا شك أن الجميع يتساءل، ما هو التعلم المقلوب؟ يمكن تلخيص فكرته بأن ما يقوم به المتعلم في المدرسة من مهام للتعلم سيقوم بعملها في المنزل، وما يقوم به في المنزل من واجبات سيفعله في المدرسة. فالتعلم المقلوب أو قلب واقع الفصل الدراسي هو شكل من أشكال التعلم المدمج، فهو يمكن المحاضر من قضاء مزيد من الوقت في التفاعل مع الطلاب بدلا من إلقاء المحاضرات والتركيز على المحتوى التعليمي فقط. والشكل الأكثر شيوعا للتعلم المقلوب هو استخدام الفيديوهات والتي يقوم بإعدادها المحاضر ويشاهدها الطلاب خارج الأوقات الدراسية في المنزل وغيره من الأماكن.